بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ومرحبا، كل سنه وانتم طيبين. بالنسبه للنيل ريموفال، يعني رفع مسمار نخاعي من الصخر، احيانا بنحتاج الحكايه دي زي الحاله اللي هوريها لحضراتكم دلوقتي. يعني عامل عمليه ومثبت، والكاس ده بقى له 6 سنين، والكاس لحم تمام مفيش اي مشكله، بس بدا ركبته توجعه من مكان المسمار، او يحس بوجع في الساق نفسها. فبنعمل اشعه بنلاقي فيه المسمار نخاعي، فاول حاجه ان احنا بنحاول نتخلص منها عشان بعد كده لو في مشكله ثانيه ندور عليها. ما نقدرش نعمل اشعه رنين في وجود المسمار، فبيبقى عمليه رفع المسمار ديت عمليه ممكنه، وان كانت طبعا احيانا بتبقى صعبه زي الحاله اللي موجوده مع حضراتكم ديت دلوقتي. بيبقى المسمار طويل شويه، او وصول المسمار بقى فيه شويه صعوبه، فاسمها محاوله رفع مسمار. تمام، احيانا ممكن نشيل المسمار نتيجه حدوث التهاب او تلوث او صديد او نتيجه عدم التئام. كتير قوي بيحصل، تلاقي حصل تاخر في التئام او عدم التئام، وبنعمل تركيب شريحه فوق المسمار عشان تثبت. حوار حضراتكم النهارده رفع المسمار، نكمل مع بعض. الأشعة دي بتورينا اهوت الكسر ملتئم وتمام في وضع كويس، ومفيش أي مشكلة خالص، والمسمار من فوق لتحت نحدد معالمه كويس. ومعانا دي المريض هيقول لنا على الحالة بتاعته. ده الوجع فين؟ الوجع هنا. هنا بس؟ هنا في المنطقة دي، المنطقة دي منطقة من الدورة مسحت الوجع. هنا هنا. لسه على خير ان شاء الله. ازيك عامل ايه؟ انت راكب المسمار ده بقاله قد ايه؟ بقاله من 2018، بقاله 6 سنين. بقالك 6 سنين. طب ايه مضايقك فيه يعني؟ خليني من هنا بالركبه، بيورم الركبه من فوق. بيورم الركبه من فوق. وجع فين بالظبط؟ جاك وجع فيها؟ من هنا. كم ده بقاله قد ايه المشاكل دي؟ المشاكل ديت من حوالي، هو داخل في 6 شهور. 6 شهور بس هو زاد هنا اليومين، زاد بس اليومين دول. دي الأشعة مهمة جدا، بنصطحبها في العمليات. وفي معانا جهاز سي ارم، بنفتح على مكان المسمار ونحدده بالسي ارم عشان ما نكسرش في العظم زيادة. وبنوصل لرأس المسمار نبدأ نركب مخرجة، أو المخرجة ونخرج المسامير. المسامير اللي بالعرض بتتشال، بعد كده المسامير اللي المسمار الطولي كمان بيتشال بعد كده. وده شكل المسمار هو بالمخرجة بتاعته، في مخرجة بتركب عليه، وده المسمار النخاعي والمخرجة بتاعته، وده المسمار هو عشان الناس اللي عايزة تعرف، ده المسمار اللي بالطول والمسامير اللي بالعرض، وفيه كاب اللي بيتركب عليه. في ناس بتسأل بعد العملية احنا ممكن المريض يمشي بعدها بقد ايه؟ انا الحقيقة بعد ما اتأكد ان الامور كويسة نعمل اشعة للمريض وكله تمام، ممكن المريض ان هو يبتدي يتمشى مباشرة، يعني من بكرة مثلا او من اخر النهار يقدر يتمشى، بس يكون حريص لمدة 6 اسابيع لحد ما الدنيا تبقى كويسة وفي متابعة كويسة مع الطبيب المعالج. بتمنى ان يكون الفيديو ده قدم لحضرتك شيء مفيد. ياريت اللي مش مشترك في القناة يشترك فيها، ونضغط على زر الاشعارات عشان يوصلكوا كل ما هو جديد. في عندنا بث مباشر كل اسبوع يوم الخميس ان شاء الله، بنلتقي ونتشاور في الامور اللي تهم حضراتكم. بشكركم على المتابعة، والقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.